انا اول مره امسك شوكه وسكينه. انت عايز اغلى ستيك عندك. بص الاتيكيت سهل جدا. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده تيجي اي فرايديز بيفتحوا فرع جديد في امريكان بلازا هنا. بصوا هم المفروض دلوقتي ان هم وعزموني قالوا لي تعالى ناكلك ببلاش فاتشيفت وقلت ايه يلا نروح نشوف الحوار ده. انا اروح اقف معاهم. صباح الفل. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ الناس شكلها مكلفين. فين الاكل؟ امال مين اللي في المطبخ؟ نجومية. صباح الفل. الاكل لا مش دلوقتي. مش دلوقتي. اخر اليوم. اخر اليوم هم اللي جايبيني بدري ليه؟ السلام عليكم. ازيك عامل ايه؟ بقول لك معلش هو الاكل امتى؟ ايه ده؟ على طول اتفضل اتفضل اخش حبيبي. والله انتوا ناس محترمه. بص المطبخ مفتوح اهو. فين يا جدعان؟ فين المسؤول عن فين مدير الفرع؟ ايه رايك في البدله؟ باين قوي ان انا بيه وبتاع وداخل تي جي اي ولا شايف حد في مصر كلها قدامي. ده انا بيه ابن بيه. بقول لك ايه انا عطشان نبل رقنا باي حاجه. تعالى يا عم. بقول لك ايه سلام عليكم. ما عندكمش اي حاجه تشرب؟ اي حاجه اغلى حاجه عندكم يا عم. والله شكرا جدا ربنا يخليك. ده اغلى حاجه عندهم. انا قلت له اغلى حاجه. لو ما جابش لو ده مش اغلى حاجه حد يعني. انا بشوف هل هو فعلا ده اغلى مشروب والله بيشتغلني. بقول لك ايه يا نجم؟ معلش بس انا عندي سؤال. هو ده اغلى مشروب عندهم ولا هو بيشتغلني؟ هو الليمونه غاليه الصراحه. بس هو تلقى هو تقريبا ده دواء ده ولا ايه؟ ايه اغلى حاجه هنا؟ اغلى حاجه هنا اعتقد عصير البرتقال. الايه؟ هو البرتقال. بقول لك ايه يا عم البتاع ده وحش. انا عايز عصير برتقال في الانجاز بس. واحنا نتصور يعني. احنا نتصور بتليفونك. لا انا عايزه بالهاند بلندر ماليش دعوه. يا عم ملوش لزوم والله. حبيبي اتفضل. انا مروح. بقول لك ايه عايز شويه سكر بس مش مشكله عشان الدايت. هو ده اغلى حاجه صح؟ المكان فاتح بقاله ساعه تمام؟ ولا شغال اسماء الله الحسنى ولا واحد جيب تنوره. انا هظبطه مصبر. نسالك يا من هو الله الذي لا اله الا. كفايه ولا اخد تاني؟ وقف يا عم البتاعة دي. المحمول يا عم. هو المفروض دلوقتي ان هم هيبتدوا. حبيبي يا نجومية والله تسلم.
بص هما المفروض دلوقتي ان هما عايز اكل اغلى حاجة عندكم هنا. اغلى حاجة الستيك. الستيك عايز اغلى ستيك عندكم. عايزه ميديم او ميديم ويل او ويل. عايزه جوسي. وكتر بقى كتر بقى المايونيز والطحينة والبتاع الاخضر ده. ماشي انا قاعد في الترابيزة دي ايه. حبيبي والله ربنا يخليك. اغلى حاجه قلنا و ما تنساش الحلم. انا محرج بصراحه منك. انا ما كنتش عايز ايه بس انا عشان اتغدى بس اسكت فاضيه عندني بقى ايه شويه اكل بقى فاضيه. انا املب نفسي لان بصراحه ذوقه مش بيعجبني. حبيبي يا عم والله بقول ذوقي يا عم اتنفرت. لما نخلص بقى نبقى نسكت سري. هو الحلو هنا عندهم بس ايه اخر الصوره هناك. لا جابوا زحاليق جديده. طب هو بس شويه على انا بفتح كمون حبيبي والله ربنا يخليك. يا لهوي شكرا جدا. انا مش هاجي لكم تاني بقى عشان محرج خالص. الاكل اتاخر ليه؟ والنبي بس استعجلهم لي عشان انا قاعد بقالي 3 دقايق. الفيزا باين طالبه بفلوس. انت خايف يا الاسفل اللي انت فيها يا حازم. ماشي براحتهم براحتهم. انا بس قصدي ان ايه انا قصدي خليهم ياخدوا وقتهم. ياسين ازيك ياسين؟ عامل ايه؟ عايز تصور؟ والله قمنا. ماشي يا عم لسه قافل فيديو ليك دلوقتي. بس حبيبي شكلك ايه؟ ياسين حبيبي ياسين فرصة سعيدة. ايه اللي مش الدرجة دي؟ ما قمنا عادي. هو فاكرني ايه؟ بص قلت لك من اللقطه ما جربتوش اللقطه ده. يا لهوي بصيت عليه حبيبي والله. ده يعني يا لهوي حبيبي اقسم بربنا يخليك والله. تسلم بعد اذنك بقى. انا اول مره امسك شوكه وسكينه. هوبا هم يا جد. يا ميمي بص الاتيكيت سهل جدا. انت بتعمل شفت طريقة أسهل بلا إتيكيت بلا حاجة. أنت تمسك الحتة اللي أنت عايز تاكلها وتغرس بيها الشوكة وتروح جاي كده أهو. صح ولا إيه؟ ولا يا باشا هو الحلو إيه؟ دي بسبوسة. ماشي طب ما تجيب لنا خمسة. طب أي حاجة أي حاجة دلوقتي. آيس كريم ميلك شيك. خلاص يعني؟ لا لسه على ما أكل يكون الحلو بينهم. ربنا يخليك. ده أكون بتقل عليكم. هو ده بقى الستيك اللي بيقولوا عليه؟ الشيك ده كله أنت هتدفعه.
ثواني بس، هو ما حدش الشيك ده هتدفعه كلام خلصان. طب ماشي خلاص، مش في كريدت هنا في الحمام؟ مفيش كريدت في الحمام، في صحون على الدش. طب اديني حاجه من اللي بتوزعوها. الله يخليك. 50% المره الجايه. اوكي هنستناكم. خلاص هي واحده كفايه، هي واحده كفايه. ماشي. بالانجاز عشان انا هخلع وانت ورايا. ما هو انا هفهمك. انا لا ما هو ثواني. ايه ده ايه ده؟ انا ما خدتش ثواني. انتوا بتحسبوا لك اسبوع بتاكل. انت جايبها لي من كاميرا المراقبه. اسمع بس اسمع، ايه كل ده؟ والله هي حق. كنا هلا شيخ نقصت ايدينا. شرايد انا بحبه بجد. حبيبي والله ربنا يخليك حبيبي. ان شاء الله باذن الله نسوي حريقه كل مره. ان شاء الله حبيبي. شوف يا ابني الناس الناس الفي اي بي المهمه بيشوفوني. طبعا باين ان انا زيهم. انا بتنكر ده. انا كنت فاكر حفله تنكريه. عملت ايه؟ عملت ابن ايه؟ ويب كده يكون الفلوج خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه. فاشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب. ايه يا غالي اللي انت عامله في رجلك بقى؟ ايه ده يا برنس اللي انت عامله ده؟ عامله ايه؟ انت لابس فرده وفرده؟ انا ما لابس حاجه، بس هو ما عامل شكل الشوزه كده. يعني انت شاريه كده؟ طب ما تجيب لفه نفسي فيهم بعد اذنك. ما كانش عندي واحد وانا صغير. اوعى يالا بقى، قلت لك هات لفه هنا. اوعى يا عم، هو ما يجيش معاه، ما ينفعش معاه الذوق. اوعى يالا. بس ايه ده يا بيتزا ما بيفرملش؟ هات لفه مش هيش. عمر مش عارف العب. يا عمر حبيب قلبي مبسوط اني قابلتكم. يلا بقى عشان مامهاتكم ما تقلقش عليكم. اخلع بقى يا ايه اللي بيحصل؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ كله تمام. عمر شوف واحد مشهور. اقسم بالله يا عم والله حبيبي. يعني اقسم بالله جدا حبيبي.